هو ازاي الحصوات بتتكون؟ يعني ايه اللي يخلي جسمك سليم وفجأة تتكون عندك حصوة؟ اكيد هقولك الاجابة، لكن ياريت تشارك الفيديو يمكن اي حد يستفاد منه. الحصوات تقريبا من اكتر الحاجات المنتشرة في مصر كلها، ولازم تعرف الحصوات بتتكون ازاي علشان تحاول تتجنبها على قد ما تقدر. لازم تعرف ان الحصوات ليها اكتر من نوع، لكن اهم واشهر نوع هو حصوات الكالسيوم، واللي هي تقريبا 3 ارباع الحصوات الموجودة، وهي دي اللي هنتكلم عنها. في الطبيعي ان سواء الدم اللي ماشي في جسمك او المية اللي هتخرج من كليتك انها ماشيه بتجري ومش ثابته، ولو حصل في اي وقت ان الحاجه اللي بتمشي دي سرعتها قلت، ساعتها الحاجات هتبدا تترصف فيها، فتبدا تحصل جلطات في الدم وحصوات في الكلى. وعلشان اسهل لك الموضوع اكتر، حاول تقارن بين البحر وبين الترعه. هتلاقي ان البحر دايما نظيف لانه بيجري، لكن الترعه لانها ميه راكده او ميه ثابته دايما بيترصف فيها حاجات، وهو ده اهم سبب لتكوين الحصوات. فاي حاجه تقلل سرعه الميه اللي ماشيه في الكليه ممكن تعمل حصوات. ومن اشهر الحاجات دي هي العدوى اللي بتيجي في الجهاز البولي، وانك تكون ما بتشربش ميه كتير، فالميه اللي بتنزل قليله جدا وطبيعي ان سرعتها تكون بطيئه، او انك تكون بتاكل حاجات فيها موالح بكميه كبيره او بتزيد اكتر في درجات الحراره العاليه، فيبدا الكالسيوم يترسب ويتجمع على بعضه يوم ورا يوم لحد ما يعمل حصوه تبدا تحس بيها. وهو ده اختصارا ازاي الحصوات بتتكون. اشوفكم في فيديو جاي، مع السلامه.